يعني يمكن الواحد مده ما نبغيش نقول 3 أشهر الاولى باش ما نكونش باش ما نديرش على المرضى، ولكن 3 أشهر الاولى مهمه نفسيتي هذه تقدر تحميك من بعد من مضاعفات وهذا اللقاء التواصلي الاعلامي العلمي كيجي في خضم كما شرت ليه اليوم الوطني للروماتويد ديال لابورياتيك روماتويد، وكيعكس يعني الانخراط ديال مختبرات فايزر من اجل يعني التحسيس والتوعيه بهذا المرض اللي هو مرض مزمن وصامت، واللي ضروري انه المرضى او الناس اللي عندهم الاعراض ديالو يقدروا يشخصوه بشكل مبكر، وباش يقدروا يستافدوا من الحلول العلاجيه الممكنه واللي تقدر تكون عندها واحد النتائج حميده واحسن كل ما كان تشخيص يعني مبكر. بمناسبه اليوم الوطني للامراض الروماتيزم لابولياكتيك روماتويد اللي كان في 22 يناير، درنا هذا الاجتماع باش الهدف ديالو اساسا هو ان تكون نوصل واحد المعلومات للمرضى ديالنا باش انهم يتشخصوا بكري ويبدا الدواء ديالهم بكري باش ما تكونش لا مضاعفات ولا اعوجاجات في المفاصل ولا تاثير على الاعضاء ديال بعض الاعضاء ديالهم الجسم بهذا المرض. هذا هو اللي كان الهدف الرئيسي، خاصه ان دابا الحمد لله في 2023 كانت التغطيه الصحيه، اذا هاد المرضى ممكن انهم اللي ما كانش عندهم انهم عندهم غيولي عندهم الولوج سهل الادويه وحتى الادويه البيولوجيه باش يمكن نتحكموا 100% في المرض ديالهم. هذه مناسبه باننا هذا أكدوا على هذه النقطة لأن مهمة بزاف، أن اليوم عندنا الفرصة أننا نعالج المرضى ديالنا بطريقة غير مكلفة بالنسبة لهم. الأعراض اللي يقدر يركز عليها المواطن هو أنه غيتصاب بالتهابات، وخاصة المرأة عادة تصيب المرأة أكثر من الرجل، في الأيدي ديالو في الرجل ديالو هكا تتبدا في الأول، هذا المفاصل تيتنفخوا تيحسوا بحال سخان، المرض تيحس بأن المفاصل ديالو سخان، الألم تيفيقوا بالليل وفي الصباح تيصبح مشكرف، ما يقدرش في الصباح يستعمل يده لأن الحركة ديالها ناقصة بسبب الالتهابات، خصو واحد ساعة 3 سوايع بعض المرات 4 سوايع عاد ممكن هاد المفاصل يطلقوا ويمكن يخدم بهم. هذه هي العلامات الأكثرية باش يبدا المرض. إلا المريض عرف هاد الشيء ومشى شخص وتكتشف المرض ديالو مبكرا غادي نتحكموا فيه في هاد الالتهابات وغادي يعيش نورمال لا إعاقة ولا اعوجاج في المفاصل ديالو. الحمد لله كاين واحد الاستجابة إيجابية جدا، حنا عندنا المقر ديالنا كنستقطبوا فيه المرضى، كنعطيهم الدعم النفسي، كنشرح لهم المرض ديالهم، كي عندنا شراكات مع اطباء كنتصلوا بهم كيعطيو كيمدوا لنا المساعده لا في الخصوصي ولا في العمومي، والحمد لله كاين واحد التجاوب والناس مؤخرا وصلت التعطش للمعلومه، يعني هما كيقلبوا عليها باي وجه كان باش يوصلوا الفهم المرض ديالهم والتعايش معاه ويولجوا للعلاج الصحيح باش يكشفوا شنو عندهم، لان الانسان مع الثقل ديال هذه المسؤوليه الاجتماعيه اللي كنعيشوا حاليا راه ما يمكنش الانسان غير مرض ويجلس في الدار كيما كان شحال هذه راني عندي وعندي، لا دابا الانسان خصو يتعايش مع الامراض المزمنه ديالو لان مرض العصر ويعمل ويكل ويربي اسره ويعيش حياته عادي. الابحاث مؤخرا اللي كانوا قاموا بها الجمعيه ديال الاطباء الباحثين كانت اخر بحث في 2007 اللي كتراوح ما بين 0.5 حتى 1% في المغرب، بالعلم انهم راه ما محسوبينش الناس اللي في القرى وفي الجبال وفي المناطق النائيه. انا غنشوف انتفاخات يعني نقارن غير المفاصل ديالو غتبان ليه هاد جوج مفاصل شويه متفقين، والاهم شيء هو ان هاد الالم غيفيقو بالليل، يعني في جوج الليل 3 الليل المريض غيفيق لان يدو تضرو وجهي كيضرو، وفي الصباح ملي غيفيق في الصباح وهذا مهم بزاف نقدر ما نشوفش انتفاخ في الصباح.